صليب مسيحنا. وقدام وجهه وبين يديه وفي هذه اللحظة ونحن نشعر بمجده فنخضع ونشكر خلاصه العجيب. هنالك كثير ممن حكم عليهم بالصلب كمجرمين، ولكن التاريخ لم يستطع أن يحتفظ كما احتفظ في أحداثه بصليب مسيحنا الذي سجله الكتاب المقدس. ونحن نعتز رغم أن المنظر ليس بالهين، والعذاب الذي لقاه واحتمله مسيحنا لا مثيل له في التاريخ. أشواك تنغرس في الرأس، مسامير تنفذ في اليدين والقدمين، طعنة نافذة في الجنب وتنفذ إلى القلب فينزف دما وماء. وقبل هذا تعييرات وشتائم ما أكثرها، وجلدات ما أقساها، وحمل للصليب الثقيل مسافة طويلة حتى الجلجثة. وفي الطريق يسقط يسوع على الأرض وتبكي عند عبوره بين صفوف المتفرجين، تبكي العذارى والمريمات، ويسوع لا ينتظر بكاء أو رثاء، بل هو ينبه بأن أحداثا جسيمة سوف تأتي فيما بعد لتهدم أورشليم وهيكلها على أولادها وبنيها. ولهذا ينبه يسوع الباكيات: لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وأولادكن. المصلوب حينما يسقط في الطريق يحاول الجند المكلفون بقيادته بل وسوقه نحو الجلجثة حيث يرتفع الصليب بالمصلوب فوق أعلى مكان في أورشليم ليرى العالم ذله وخزيه. يحاولون أن يستعينوا بمن يشارك المسيح في حمله. التلاميذ قد هربوا فاقتادوا رجلا
ضخما غريبا اسمه سمعان القيرواني، ليس هو من بني إسرائيل، لم يكن يهوديا غريب الجنس، حاول أن يهرب قائلا لست بمجرم، لماذا تقتلوني ولماذا ترغموني على حمل الصليب، لست بمجرم، ولكن ضغطوا عليه وحمل الصليب مع يسوع. لقد رآه عارا، ولكن إذ به يشعر في أعماقه بشرف وبركة، يشعر بأن حمل الصليب على كتفه بخفيف وليس بثقيل، إنه ثقيل على المسيح الذي حمل الصليب بإرادته وحمله وحده. أما الصورة الظاهرية لسمعان فكانت بركة في حياته، وخلد الإنجيل الكتاب المقدس اسمه، بينما هرب تلميذ وأكثر من حمل الصليب. يا للبركة يا سمعان، كنت خائفا وكنت جبانا مثل الآخرين، ولكنك تشجعت وكنت عملاقا وقويا ولم تهرب، بل شعرت في أعماقك بأنك تزامل الإله الظاهر في الجسد، يسوع الذي تنازل من سمائه لكي يخلص خليقته التي هزمت من الشيطان وانقادت وراءه واستمعت إلى كلامه ونصيحته الكاذبة وصوته المعسول والممتلئ سما قاتلا، استمع وأصغى الأبوان آدم وحواء، وكان الجزاء عادلا، إن أكلتما من شجرة معينة قال لهما الإله موتا ستموتان. الخديعة من الشيطان جازت عليهما وامتدت اللعنة منهما إلى الخليقة كلها، إنه ميراث شرعي يمتد من الأبوين إلى النسل. وصارت البشرية تحمل نير الخطية، من ذا الذي يخلص؟ لقد أجرم في حق العدل الإلهي، فماذا يحدث؟ هنا الرحمة تتدخل. وما سبب الرحمة؟ لقد أحب الإله الإنسان منذ خلقه ورأى أنه حسن جدا، وهو يعرف مسبقا بأنه سوف يخالف ويكسر الوصية، ولكن الحب تغلب، الرحمة الإلهية كان مكانها أن تتقدم إلى العدل الذي لا بد أن يأخذ مجراه. هنا يتضارب الأمر، من ذا الذي يستطيع أن يحمل العقوبة أو يحتملها من البشرية كلها؟ الكل خاطئ
ولا نستطيع أن نجد بارا ولا واحدا يقدر أن يشفع أو يتشفع، لكن الله في حبه ورحمته وإرضاء وتوفيقا مع عدله رأى أن يتنازل هذا كله منذ الأزل، وفي علم الله الإله الواحد القدوس يسوع الإله. كيف نقول هذا؟ الآب، الابن يسوع، الروح القدس، وثلاثة في واحد. وترد الكنيسة والمسيح يعلن نفسه، الله موجود بذاته. هل هو ناطق أم غير ناطق؟ الله الآب موجود، هل هو ناطق أم صامت؟ ناطق بكلمته، الكلمة المتحدة بالآب. لا نستطيع أن نقول إن الله غير حكيم أو بلا عقل أو بلا كلام، أي أنه صامت. إنه ناطق بكلمته، والكلمة في الوقت نفسه صادرة من الآب المتحد بهذه الكلمة. وهل هو يا ترى يستطيع بشر أن يقول إن الإله غير حي؟ أعني أنه ميت؟ كلنا نقول حاشا، إنه حي بروحه. الله موجود، الله الآب موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه. وتقول التعاليم تقريبا للعقل البشري المحدود، لو تطلعنا نحو الشمس نقول إنها الشمس، ولو أحسسنا بحرارتها دون أن نتطلع إلى قرص الشمس نقول أيضا إنها الشمس. ولو أيضا نظرنا الشمس وهي مشرقة في الجو وعلى الأبنية نقول إنها الشمس. كل سواء قرص الشمس أو الحرارة أو الأشعة نقول إن كل هذه المصادر هي الشمس. الله موجود بذاته، حي بروحه، ناطق بكلمته، الكلمة. نقول الكلمة، الكلمة تجسد، ولا نقول كلمة منه، بل الله الكلمة تنازل وبشر الملاك جبرائيل بمريم العذراء بميلاد وتجسد الروح القدس منها. الله الكلمة تجسد الروح القدس، والله في نفس الوقت موجود هنا وهناك ويحوي جميع الكون وفي كل مكان وزمان. كيف يكون لهذا؟ مريم العذراء تقول للملاك، الرد: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، ولذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يسوع هذا اسم قيل للعذراء أن تسمي الوليد منه، يسوع أعني المخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم.
يا لك من محب رحيم، وكيف تخلص وكيف تنقذ البشرية من الورطة ومن الخطيئة ومن جرم الشيطان الذي ألصقه بنا حينما خدع الأبوين وتسلسلت الخليقة تحمل نفس الجريمة. لقد ورثنا جميعا هذه الخطيئة. ماذا تصنع يا يسوع؟ تأتي لنا بالرحمة، تحمل أنت عنا عبء الخطية وما جرته على البشرية لأجيال طويلة، حتى جئت يا يسوع وأنت الذي تدفع الثمن. ما هو الثمن؟ الجرم كبير في حق الله غير المحدود، ولذا يجب أن يكون الثمن أيضا غير محدود. الفداء، من الذي يفدينا؟ إنسان خاطئ، العالم وما فيه من أموال لا يمكن ولا يستطيع. إذن الابن الكلمة، الله المتجسد الظاهر في الجسد، يدفع الثمن بنفسه، هو بنفسه. وما هو الثمن؟ دمه الثمين فداء للبشرية كلها. يا ترى، أما الذبائح القديمة أما كانت فداء لكل خاطئ يتقدم بالذبيحة، سواء كانت بعجول أو خراف أو أبقار أو قول، حتى للفقراء بحمام، كل هذه الحيوانات الذبائح التي استخدمها الإنسان والتي فرضت عليه، ما لا تتدخل إرادة الله لا يمكن أن تفي العدل الإلهي. إذن ماذا؟ كلها كانت رموز، رمزا لدم ثمين. هل دم إنسان؟ ولا كل البشر يستطيعون أن يقوموا بفداء إنسان واحد، فما بالنا لو كان الفداء لكل البشرية قديمها وحديثها وحتى مجيئه. وهل الفداء وهل المسيح والإيمان بفدائه يفرض علينا فرضا؟ لقد قدم حبا، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لا يهلك إنسانا آمن بالمسيح. وكيف يؤمن؟ نحن نؤمن بك يا يسوع أنك جئت لخلاصنا ورسمت لنا طقسا ظاهرا ولكنه يحمل سرا خفيا. ندخل جرن المعمودية، هنالك نمثل موت المسيح، صلبنا مع المسيح ودخلنا المعمودية كموته، ولكننا قمنا من المعمودية في جدة الحياة، حياة جديدة، قمنا بقيامته وأجلسنا معه في السماويات. تقولون وهل الأطفال الصغار يدركون معاني المعمودية وسر المعمودية؟ هنالك من يتولى الأمر، الأبوان الكبار هم الذين يعلمون الصغار، وهم الذين يحملون عبء هذا التعليم، متضامنين مع الكنيسة التي تقوم بسر العماد.
ونقوم في جدة الحياة. نحن نؤمن بالمسيح فاديا، والفداء لا يمكن أن يتركز إلا في دم المسيح وحده. الدم الثمين الغالي الذي أشارت إليه الرموز في دماء الذبائح والحيوانات. هنا نرى يسوع في دخوله إلى أورشليم ماذا عمل؟ ذهب لكي يطهر الهيكل من أمور دخيلة، بيع وشراء، نقود وصيارف، حمام في أقفاص، حيوانات في قيودها ومرابضها وحظائرها. ماذا يفعل يسوع وبمفرده يطلق الحمامة من أقفاصها ويطلق ويفك الحيوانات من قيودها وتنطلق بعيدا؟ انتهى عصر الحيوانات وجاء عصر وعهد النعمة الذي صنعه المسيح بنفسه، وهو الذي رسم سر العماد. ويقول لتلميذه يوحنا المعمدان، ويوحنا يتهيأ بالموقف انه يعمد الاخرين، كيف هو يتقدم او يجرؤ ليعمد الرب الاله؟ يقول له يسوع يجب ان نتمم كل بر. يسوع رسم الطريق من اولها لاخرها، اعتنى بنا وخاف علينا ورسم الطريق. تقولون وإذا كان للمسيح هذه القوة وقبل الصلب بأيام محدودة يطهر الهيكل بمفرده، كيف يسمح لأن يقبض عليه ويساق للصليب؟ لقد كان هذا بإرادته بمفرده، رفع الصوت وهرب من أمامه القادة والجند وكهنة العهد القديم، كل هرع وأسرع بعيدا لئلا يهوي الكرباج الصوت على أبدانهم، وهم يسمعون صوت المسيح المؤنب: بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. يسوع القوي، يسوع سمح بأن يجيء إلى الصليب وهو يقول: لهذه الساعة قد أتيت. وقبل ذلك عندما كان في البستان وهو يعلم أن يهوذا التلميذ الخائن الذي يسعى وراء المال لكي يكتنزه، وقد باع المسيح بدريهمات لا هي بالشيء الذي يذكر، هنالك يذهب الجند ليلا بقيادة التلميذ الخائن ويضع علامة لأولئك لكي يعرفوا يسوع في الظلام، وكانوا يحملون المشاعل ليلا. الذي العلامة الذي أقبله هو فامسكوه. يا للحب يا يسوع، كان ممكن أن تلعن يهوذا ولكنك تقول له بصوتك الرقيق: أيا يهوذا يهوذا. أبي قبلة تعبر عن الحب، أبي قبلة تسلم يا صاحب، أبي قبلة تسلم ابن الإنسان. كان رقيقا يفسح له المجال رغم علمه بخيانته المسبقة
لكي يتوب، ولكن ماذا ينتفع الإنسان، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ يهوذا وأمثاله من الخونة في كل زمان ومكان، ولكن يسوع قد أعطانا النعمة، قد حافظ علينا، الذين أعطيتني إياهم لا يأخذهم أحد مني. أنتم بني النعمة محفوظون وإلى الأبد في يد المسيح. خلصنا بصليبه من الخطيئة الموروثة، ولكن لا نترك أولئك الجند دون أن نشير إلى ضعفهم وقوة يسوع. من تطلبون؟ يسوع بمفرده، وحتى التلاميذ واتتهم الضعفات والصهر فانكبوا على وجوههم وهم لا يدرون من كثرة التعب بما يحدث، إذ بهم ينامون ويسوع يوقظهم. لقد أوصاهم أن يسهروا معه، أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ وتكرر الأمر. الجنود والجمع بعد أن وجه لهم يسوع السؤال، من تطلبون؟ يقولون يسوع الناصري. يهوذا أعطى العلامة وهم بمشاعلهم قد رأوه، الكل قد رآه، لماذا هم يجبنون عن القبض عليه ويردون يقولون يسوع الناصري، كأنما هم يلتمسون منه؟ يقول لهم يسوع أنا هو، وإذ بهم يرتمون على وجوههم ويسقطون على الأرض مغمى عليهم، ويتكرر الأمر ويقيمهم يسوع ويكرر السؤال أيضا، من تطلبون؟ يسوع يقول، هم يقولون يسوع الناصري، ويسوع يقول أنا هو، أنا هو. ولو لم يسلم يسوع نفسه ما كان في استطاعتهم أن يقبضوا على يسوع. يسوع القوي سلم نفسه بإرادته، وهنالك تمت المحاكمة الغاشمة، ورغم تحذير الزوجة المخلصة لزوجها بيلاطس تقول له لقد تألمت كثيرا في حلم من أجله، إياك وهذا البار، إياك وهذا البار. ولكنه جبان ولم يستطع أن يضعف أمام هتاف، لم يستطع أن يقوى بل ضعف أمام هتاف أولئك الحاقدين، يقولون له لو أطلقت سراحه هذه خيانة لقيصر، يا قيصر، ويهتف القيصر، ايه تهمته؟ يقولون عنه انه ملك، وانتم لا ملك لنا الا قيصر. هو ده حرية اللي بتطلبها يا شعب اليهود، تحتمي في قيصر عالمي ولا تذكر إلهك الذي قادك منذ القدم في البرية ووقف بجانبك. يسوع ارتفع على الصليب. يكفي أن نردد كلمة واحدة يقولها ولا يستطيع بشر أن يقولها، اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يسوع يتشفع لأجلهم. ما أحب يسوع إلى قلوبنا، ليس لنا أحد آخر نحبه
إلا أنت يا إلهنا، لقد أحببتنا ونحن نحبك، ودائما نلجأ إليك لكي تساعدنا، لكي ننتصر في حروبنا المتواصلة على الشيطان الذي يريد أن يأخذ منا الإكليل. شكرا ليسوع الذي يقف معنا ويحارب حروبنا، وله المجد إلى الأبد. آمين.